اليوم الثالث بعد حادثة سينا لحد دلوقتي مفيش بيان طلع من أي جهة رسمية سواء من الجيش أو الشرطة عن الحادث الأمني، واللي استمر على الأقل لمدة 7 ساعات، وبيتقال إن اللي اتقتل فيها لغاية دلوقتي 8 ضباط وعساكر من قوات الشرطة الخاصة. رويترز بتقول لنا إن في مسجونين سياسيين في حجز الأمن الوطني في العريش فكوا شفاط الحجز ودخلوا منه على غرفة السلاح، استولوا عليها وضربوا نار على أفراد الأمن وطلعوا فوق سطح المبنى وكان عليه مدفع جرينوف، أطلقوا منه النار. والحقيقة دي رواية قال عنها الناس في مصر على الفيسبوك إن الطفل صعب يصدقها. كلام تاني بيتقال برضو إنه حصلت مشكلة ما بين قوات الجيش والشرطة بسبب احتجاز ناس من الجيش في مقر الأمن الوطني، ودخلت قوة من الجيش أو من ميليشيات إبراهيم العرجاني المتعاونة مع المخابرات الحربية، وحصل الاشتباك اللي أدى للعدد الكبير ده من القتلى والإصابات، واللي كلهم من الشرطة ما عدا عسكري واحد بس من الجيش. أما التحليل الثالث فبيتقال إن ده حادث انتقامي من إسرائيل بسبب اللي حصل من الشهيد محمد صلاح، واللي كان عسكري شرطة مش جيش، ورسالة منهم إنهم يقدروا يطولوا أي حد في أي حتة في سيناء ويقدروا يعاقبوا في أي وقت. اللي أكتر من كل ده إن محدش قادر يطلع بيان يشرح اللي حصل ويفسر عدد القتلى والإصابات الكبير، ويقول مين اللي قدر يقطع الاتصالات والإنترنت عن شمال سيناء كلها لمدة 7 ساعات بحالهم. هل هي مصر ولا إسرائيل؟ هل العملية مدبرة ولا إيه الحكاية؟ في النهاية أنت مش مهم بالنسبة لهم عشان تعرف أو ما تعرفش، حضرتك خمن وسيبها على الله.